صديق كذي بعد شكوك الصيف باو علينا ناروتو شنو ها صديق ها حلو صديق كذي شو تحب نقول للمتابعين بعد ما ما الصينية ما بغى أي شيء الله يشيء صديق كذيب جيم هلو تاكل من هنا أي والله تشوف لا العصير هم زين بغى لي هنا شوف الماي بتشعب أنا لا هذا خلص وقاعد حاط اللابتوب لو ها وباكر راح نقطع أحمد جاسم إن شاء الله هو يشاهدنا بهالفيديو راح نقطع باكر تانونا راح نشوف لكم موت الضياع كل منزل الحدث اللي اكو شو اسمه عالم تريد تشوف شلون الصف سمين يعني اكو عالم يشوف ما شاء الله هاي خلينا من هنا هاي الجهه هاي بعوله هاي الجهه هاي ينزل بيها الاكل شو تحب شو تريد تقول لهم شلون تسمه لا تقول لهم لا احكيها من بعيد احكيها من بعيد اخاف احكيها من بعيد احكيتها وياها من بعيد احكي استعي استعي بعد شغله جديد على الشغله ان شاء الله نعلمه لك شو اللي بابا ما حق اقول لا بس شنو ما تبغى تحكي؟ لا والله ما احكي خدمة كل حد هو خلصها ما ادري اليوم الحب كله خلصها شو تحب اليوم؟ باكر راح نقطنا وش هاب وش هاب باكر هو الحديد باكر احمد جاسم غير يقول لي تعالي بالدراجة شوف بيزهم بيها مو الخصيب انا بالحي العسكري اجي عليه بالدراجة واخذه وانه بودي وين؟ لبو الخصيب وانه برجعه لبو الخصيب ايش قد يبغى ديكاو؟ عم ما نطلق بنزينات كله لا جو صدقوا احنا مو على مود بنزين وهاي بس تدرون انت شمس حاره طيب بطلع بنزين بعشر دقائق والله شاعل الدراجه راح اشيلها شي عالي يقول هو ضعيف بس شنو؟ بعد هو هاي زين مرتضى شنو خذيته؟ شنو اتبعت برنامج وصرت هيك اسمي؟ بلاش معي ما خلينا نقال هنا لا لا ابي ان شاء الله بدي اخذ اللقاء ومساعة التسجيل هسه ان شاء الله يزين ونشوفوا له هسه شنو تبي تقول لهم مثلا؟ شنو يا اخي مو هم جاي يسالوك وياك جاي يسالوك حد يسالوك شو صرت يعني بين حالة طاقة هاي طاقة حيوية وسمنة اي عبد الربيع شوف ما ضوجني وتلوع يعني خلي مباوة ما يلا يحكي يقرب عليك بلان شربت يحكي باكر باكر ان شاء الله تعالوا لنا مقلب راح نسوي باحمد جاسم ومو نبدا قطبة باكر باكر تعالوا لنا ان شاء الله راح نسوي لكم مقلب باحمد جاسم باكر احنا عندنا عزيمة يما حروح له وشوفوا باكر ان شاء الله شو تقول مرتضى؟ باكر شو راح يصير بيه؟ هو عزم نفسه يراد درفش اي والله كنا رحنا للطائيل قال بيت جد لا بعد احنا قلنا قبل لا حول على بيت احمد محمد رضا تحوي المكالمه شو؟ ان شاء الله باكر تعالونا البث على الانستغرام خلي لكم المعرف جوا بالاسفل مرتضى